السلام عليكم. مضى شهر تقريبا على انطلاق مشاورات الكويت وسط توقعات بأنها لن تكون كسابقاتها، أخذا في الاعتبار جملة من المؤشرات منها طبيعة التحضيرات التي سبقت انعقادها والنجاح النسبي للهدنة من جانب التحالف والثقل السياسي الذي مثلته الدولة المستضيفة للمشاورات وهي دولة الكويت. غير أن ما نراه اليوم هو أن هذه الجولة تكاد تنتهي إلى لا شيء، فالانقلابيون لا يرون على ما يبدو في مشاورات الكويت أكثر من فرصة لتكريس حضورهم السياسي والإعلامي والتغطية على التحركات الميدانية الواسعة التي أملوا من خلالها استعادة ما فقدوه خلال الفترة الماضية والاستعداد لجولة حرب قادمة، كما تشير إلى ذلك التعزيزات العسكرية وإعادة الانتشار التي تنفذها الميليشيا في أكثر من جبهة ومحافظة. لا يبدو أن العالم قد فقد الأمل في مشاورات الكويت، لكن المعطيات السلبية التي تأتي من أوساط هذه المشاورات تشير إلى أنها في الطريق إلى الفشل، بعد أن أبدى الانقلابيون موقفا متصلبا إزاء جدول أعمال المشاورات وإزاء المرجعيات الأساسية لها. هذا الموقف دفع بالوفد الحكومي إلى تعليق مشاركته للمرة الثانية، وهو إجراء وضع الانقلابيين والأطراف الراعية للمشاورات أمام اختبار جاد للمصداقية، إذ كان الجديد بإزاء موقف وفد الحكومة هو التفاعل الذي أظهرته أطراف دولية مهمة بتأكيدها عدم التفريط في المرجعيات الأساسية للمشاورات، وعلى نحو عزز موقف الحكومة ووضع الانقلابيين في مأزق لا يمكن تجاوزه. حول هذا الموضوع نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني وسنناقشه ضمن ثلاثة محاور. الأول سنقرأ من خلاله نقاط القوة والضعف في قرار وفد الحكومة تعليق المشاورات. في المحور الثاني سنناقش خيارات الانقلابيين في قبول أو رفض جدول الأعمال والمرجعيات الأساسية. وفي الثالث سنناقش أبعاد مواقف الأطراف الراعية والمآلات المحتملة للمشاورات في ظل التعثر الحاد الذي تشهده. دعونا أولا نشاهد هذا التقرير للزميل ياسين التميمي. المحاولات الأخيرة لتلاف انهيار المشاورات، محاولات تبذل على أعلى المستويات في دولة الكويت المستضيفة لهذه المشاورات التي تشك على الانهيار بعد أن أظهر الانقلابيون إصرارا غير قابل للنقاش على تجاوز كل الترتيبات المتعلقة بحل الأزمة اليمنية والقفز مباشرة إلى موضوع تشكيل حكومة الشراكة. موقف يراه وفد الحكومة اليمنية محاولة مفضوحة لتقويض السلطة الشرعية للدولة وشرعنة لجريمة السطو على مؤسسات الدولة ومقدراتها وتغطية على جريمة جر البلاد إلى حرب أهلية لم تشهد لها مثيلا من قبل. ما إن أعلن الوفد الحكومي قراره تعليق المشاورات حتى وجد وفد الميليشيا الانقلابية نفسه في مأزق حقيقي، خصوصا وأن الوفد الحكومي هذه المرة نجح في التخلص من الضغوط التي مورست عليه بإبقاء خيار المشاركة مرهونا بنجاح المبعوث الأممي في إقناع الانقلابيين بالموافقة الكتابية على المرجعيات الأساسية للمشاورات وإلزامهم باحترام ثوابت الحوار الستة التي حددها رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي. وتشمل هذه الثوابت الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2116 والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بييل في سويسرا والنقاط الخمس الواردة في القرار الدولي، إلى جانب الالتزام بجدول الأعمال والإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة للمشاورات ومهام اللجان. هذه المرة لم يأتي قرار وفد الحكومة تعليق المشاركة في المشاورات معزولاً عن المزاج العام المهيمن على مشاورة الكويت، والذي دفع بالمبعوث الأممي لأن يطلق تحذيرات للإنقلابيين من مغبة التمترس خلف المواقف المتصلبة. موقف توازى مع موقف أكثر حزماً من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت للرئيس هادي أنها لن تسمح بالخروج عن المرجعية الأساسية للعملية السياسية في اليمن. تتجه مشاورات الكويت وفقا لأوساط الوفد الحكومي إلى الاختتام قبل رمضان دون نجاح وربما دون فشل، على أمل أن تستأنف في عاصمة عربية أخرى لم تستبعد هذه الأوساط أن تكون الرياض. إشارة تعزز من الاعتقاد بأن ثمة تحضيرات موازية لإنجاز تسوية لم تحدد ملامحها بعد، لكنها لن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية لدول التحالف ولن تبقي على المكاسب الميدانية للإنقلابيين، خصوصا وأن مؤشرة الانهيار الاقتصادي تنذر بفقدان هذه المكاسب في العاصمة صنعاء ذاتها. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي عبر السكايب من القاهرة الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أخي. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني
علقت المشاورات وهناك مؤتمر صحفي قام به وفد الحكومة أو الوفد الحكومي المشارك في هذه المشاورات لإيضاح أسباب هذا التعليق من قبله. هل نحن الآن أمام مرحلة جديدة في هذه المشاورات؟ يعني أنا في تصوري أن موضوع فشل المشاورات كان يعني واضحا منذ البداية. نحن نتحدث عن طرفين، طرف يبدو أنه صر على أن يقدم لهذه المشاورات وللسلام فرص حقيقية، أثبتت الأيام أنه غير مراوغ وغير وذاهب بالفعل بنية السلام، وهذا أعتقد أنه حتى استوعبه الراعي لهذه المشاورات كدولة الكويت التي اليوم كان أميرها واضحا في هذا الأمر، وأيضا حتى على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الإقليم. هذا طرف حكومي يستوعب التزاماته ويستوعب أيضا مسؤولياته في أنه لا بد أن يعطي لهذه المشاورات فرصتها، وقدم أيضا بعض التنازلات فيما يخص الإجراءات وبعض المرونة فيها. في الطرف الآخر كان هنالك وفد يعني يضع العراقيل من أول لحظة من هذه المشاورات، وهو يأتي إلى الكويت فقط للبحث عن شرعية له ولاصطلاحه ليؤسس لدور أسوأ من الدور السابق في العملية السياسية. وبالتالي أنا منذ البداية قلت أن المشاورات منذ لحظتها الأولى هي أعلنت ووضعت بذور فشلها، وإن كان النجاح الوحيد الذي استطاعت به الضغوطات الإقليمية والدولية والمحلية أن تحققه في هذا الأمر هو استمرار المشاورات ل 25 يوم دون أي اجتراح في أي اتجاه على أي مسار من المسارات. ليس من المنطقة أن نقول أن المشاورات عادت إلى الصفر، لأنها أصلا لم تتجاوز مرحلة الصفر، لم يتم حتى الحديث عن موضوع يعني ما يمكن أن نسمي جدول الأعمال والإطار العام. هناك بوابة كبيرة لم يتم الدخول إليها على الأقل من قبل الانقلابيين، وهي بوابة المرجعيات لهذه المشاورات. أعتقد أن القضية أصبحت واضحة. طيب بهذا يعني بعد ما تطورت إلى حد ما الإجراءات في المشاورات من حيث تشكيل لجان ثلاثة والبدء في هذه اللجان والمشاورات فيما بينها، هل قام الوفد الحكومي بوضع الحقائق فعليا أمام المجتمع الدولي والدول الراعية وكذلك الأمم المتحدة الراعية لهذه المشاورات بأن فعليا موقف الانقلابيين غير واضح ومراوغ إلى حد بعيد؟ بالتأكيد الوفد الحكومي استطاع أن يعمل بشكل ممتاز وجيد. هي القضية هنا لابد أن ننطلق من منطلقات أن العملية اليمنية أو الحالة اليمنية غير الحالات الأخرى. يعني عندما نتحدث عن حالات أخرى كسوريا أو ليبيا أو غيرها من الإشكالات، الحالة اليمنية تمتلك مرجعيات للحل، تمتلك إرادة دولية متمثلة في القرار الأممي 2216. الحكومة والوفد الحكومي استطاع أن يقدم الدليل وتلو الدليل في أكثر من موقف. نحن كنا موجودين وكنا قريبين من هذه المشاورات، وكنا ندرك الصعوبات التي يواجهها الوفد الحكومة الشرعية، الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه باعتباره دولة، هو دولة ويتعامل بأنه دولة وهو ولديه مسؤوليات ولديه التزامات أخلاقية والتزامات دولية والتزامات محلية. وبالتالي استطاع الوفد أن يتجاوب مع كثير من مما طرحه هو المبعوث الأممي، وهذا الأمر وضع الانقلابيين في زاوية أو يعني حشرهم في زاوية. نعم، وبالتالي كانوا يوافقون على شيء ثم يعودون ويتخلون عنه، يتقدموا خطوة ويعودوا خطوتين. كان هنالك شيء من المراوغة وشيء من التدريس الإيراني أو ما يمكن أن نسميه النصائح الإيرانية في إدارة المفاوضات، لكنها كانت واضحة وكانت مفضوحة على طيب. ما يبدو. طيب دعني يعني نطلع أكثر وسادة المشاهدين على سير هذه المشاورات. ينضم إلينا الآن عضو فريق المشاورات الحكومية معين عبد الملك من الكويت. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا بك. يعني بتعليق الوفد الحكومي للمشاورات، هل يمكن الحديث عن دخول هذه المشاورات إلى مرحلة مختلفة تكسر الروتين السابق وضياع الوقت، أما أن الحكومة تتخذ يعني تكتيكا معينا في هذه المشاورات؟ هي نقطة فاصلة، إن استمرت المشاورات بعدها فسيكون هناك ضبط للمسار، وكما تحدثت الخروج من الروتين الممل
أداء الوفد الطرف الآخر أو الانقلابيين بتراجعهم دائما عن كل ما تم التوافق عليه، أو التوقف عند هذه النقطة بكشفهم بشكل كامل. هناك ضغوط كبيرة على الطرف الانقلابي لأن يحدد بشكل واضح وبشكل خطي التزامه بهذه المرجعيات. طيب، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة الفاصلة على السلم البياني، هل سترتفع باستمرار المشاورات بحسب الآراء التي يعني شاهدتموها أو ردات الفعل التي تمت بعد موقف الحكومة، أم أنها في سبيلها إلى التوقف؟ لا، موقفنا احنا ثابت، كان هناك مرونة في التعاطي مع نقاش القضايا الرئيسية. الإشكالية أنه كل مرة نرجع إلى نفس النقطة، وهذا أصبح تكتيك يعني لضياع الوقت ومن جهود الدول الراعية، وأصبح هناك تململ حتى من قبل الدول الراعية التي تراقب أداء تراقب المشاورات يوميا، وكلما نتقدم في محاور مثل الضمانات في الأمنية والعسكرية، ترتيبات نزع السلاح، يتم التراجع لكل ما تم التوافق عليه. ما حدث أنه ما تم النقاش فيه أمس هي ضمانات أشياء تم الاتفاق عليها في سويسرا وقبل سويسرا، النقاط الخمس قبل الكويت ومحاور اللجان والقضايا التي الإطار العام لنقاش هذه القضايا. إذن نبدأ من هذه النقطة ما للدخول في صلب القضايا. ما حدث كان في آخر جلسة أنه عند نقاش القضايا المتعلقة باللجنة الأمنية والعسكرية بدأ النقاش على اللجان الثورية والتعيينات، وهذا أمر واضح أنه الاعتراف بالقرار 216 وبهذه المرجعيات لا شرعية لكل ما سبق ولكل هذه التعيينات التي تمت، سواء في السلك الأمني أو العسكري، محاولتهم للتهرب من دور اللجنة العسكرية الأمنية في مرحلة الانتخابات وتسليم السلاح. يعني نبدأ النقاش، أو يعني دائما ما يعيد النقاش إلى نقطة عبثية. طيب الآن ما الجديد في موضوع الضمانات، خاصة أن يعني هناك فعلا مراوغات واضحة ولا يبدو أن هناك التزاما، فمن خلال النقاشات التي تمت سواء مع أمير الكويت أو بالتواصل مع المبعوث الأممي، هل من جديد بخصوص ضمانات حقيقية تؤكد الالتزام بالمرجعيات؟ هناك تفاهم من أمير الكويت في لقائه اليوم بأعضاء من الوفد أنه لا نقاش في هذه الأمور. عادة ما يطمن المبعوث الخاص أنه هذه المرجعيات محسومة ولا نقاش فيها، لكن ما يطرح على الطاولة خارج هذه المرجعيات. هذا ما يحدث الآن إضاعة للوقت. إذا التزمنا بهذه المرجعيات، إذا ما يطرح على الطاولة ينبغي أن يكون في هذا الإطار ولا يخرج عنه حتى لا نضيع الوقت أكثر من ذلك. ونحن نعلم أن هناك ضمانات أمنية وعسكرية لتسليم السلاح، تليها ضمانات تتعلق بعودة الحكومة وفي مرحلة لاحقة بتوسيع المشاركة إذا تم التأكد أو التحقق من موضوع تسليم السلاح والترتيبات الأمنية والعسكرية. إذن هذا هو المسار الذي يمكن أن نمضي فيه. لدينا آلية لعودة مؤسسات الدولة، السلطات التشريعية، بقية المؤسسات، هذا اللي ممكن نناقشه. أما العودة في كل مرة سيكون من الصعب علينا أن نستمر بهذه المرحلة. طيب هل من الممكن الحديث؟ نحن طلبنا ضمانات، وهذه الضمانات ليست من المبعوث، من الطرف الآخر. يا ما يوجه هذه رسالة واضحة، لأنه لا يعني الحديث شفوي أن نحن لا نحاور أو لا نتفاوض أو لا نتشاور مع المبعوث الأممي، نحن نتشاور مع الطرف الآخر، فعليه أن يكون. طيب ما هي طبيعة الضمانات المطلوبة دكتور معين؟ مبدئيا التزام خطي بذلك، لأنه لا يتحدثون عن ذلك داخل الجلسات، ويتحدثون في لقاءات جانبية مع السفراء، وما نأخذ من تأكيدات هو من المجتمع الدولي، وليس لدينا احنا مشكلة مع المجتمع الدولي ومع المبعوث. نحن في مشاورات مع طرف انقلابي لنقاش تطبيق هذه القرارات وفق هذه المرجعيات. دعني أشرح لك الموضوع ببساطة، لا يمكن أن تبحر دون بوصلة، وهذه المرجعيات تحدد ما يطرح على الطاولة. ما لم نلتزم بها سيكون الحوار عبثي. طيب يعني بخصوص نقطة اللجان التي انبثقت عن المشاورات، لماذا في البداية اقترح تحالف الانقلاب هذه اللجان ثم يعني تجاوزها أو حاول اللعب حولها إن صح التعبير؟ يعني وجهة نظر الحكومة. لم تقترح من الطرف الانقلابي، اقترحت من المبعوث الخاص. هذه المشاورات برعاية الأمم المتحدة، ونحن ندعم جهود إسماعيل بن الشيخ. وضع إطار عام يبدأ بتراتبية للانسحاب من مناطق معينة ثم عودة الحكومة، إطار عام وفقا لما اتفق عليه في بيان في سويسرا. رفضوا هذا الإطار العام، وعادة ما يلجأوا عادة في بعض الجلسات إلى رفض كل ما تم التوافق عليه بشكل مستفز.
وعندما توجهنا للجان باقتراح من المبعوث الخاص وصلتنا رساله محدد فيها مهام هذه اللجان، ايضا انقلبوا على هذه اللجان. اللي حدث وانا كنت عضو في اللجنه الامنيه العسكريه انه لم يتركوا للنقاش ان يتقدم حول كيف يتم ترتيب الانسحاب، ما هو علاقة اللجان الفرعية بالمحافظات والسلطات، ما هي كيف يمكن ترتيب وضع الجيش والأمن والترتيبات، ما هي معايير. توقف النقاش لأربعة أيام ولم نخرج بأي نتيجة، فلجأوا إلى تعطيل المسارات للنقاش المتوازي في اللجان. أيضا في اللجنة السياسية حاولوا الخروج أو الوصول من بنقاش أسس أو مبادئ والتوافق أو خلق موضوع السلطة التوافقية قبل تسليم السلاح. إذن سواء كان في لجان أو في جلسات رباعية مشتركة من الفريقين، هناك دائما إعادة لنفس للحديث إلى نقطة. طيب في نقطة اللجان الخاصة بالمختطفين والمعتقلين كان هناك تقدم، هذا التعليق هل سيلغي هذا التقدم أم أنه سيستمر؟ عند نقطة ما دائما ما ينكشف الطرف الآخر. نحن من البداية كان لدينا شكوك واضحة أن الطرف الآخر غير ملتزم بإطلاق النار، بفتح الممرات، بإفراج المعتقلين، لكن دخلنا في كل النقاشات يعني فيما يتعلق بكشوفات المعتقلين كنا واضحين فيما يتعلق بها. بالنسبة لزيارة أسر لزيارة اللجان مثل الصليب الأحمر للسجون معتقلات، رفضوا كل المقترحات التي تتعلق بذلك، وأصبح الموضوع يعيدونه مرة أخرى إلى إطاره السياسي إنه أشبه برهائن حتى يتم الحل السياسي الكامل. ونحن اتفقنا على أن يفصل المسار الإنساني أو المتعلق بالأسرى والمحتجزين والمختطفين عن المسار السياسي، لكن الطرف الآخر عند نقطة ما يعود إلى تسييس هذه القضية. إذا أشكرك دكتور معين عبد الملك، عضو فريق المشاورات الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. وأعود إلى ضيفي المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل. أستاذ عبد الله، هل من تعقيب على ما تفضل به الدكتور معين؟ يعني من مشاهداتنا، من ملاحظاتنا، من مراقبتنا، من حديث أعضاء الوفد الحكومي، أنا يمكن أن نقول بشكل واضح أن هدف الانقلابيين من الذهاب إلى مشاورات الكويت يأتي في هدف كلي وكبير، وهو الاستفادة من فترة هذه المشاورات للاستفادة من الوقت في إعادة التحشيد، في إعادة لملمة الصفوف، في إعادة تزويد الجبهات بالقوات بالأسلحة. هنالك شغل على هذا الإطار بشكل كبير، يبدو أن هذا هو الهدف الرئيسي. وذهبوا إلى مشاورات الكويت يحملوا أمرين اثنين، هذا الأمرين هما استكمال لذلك، وهو توقف الطيران أو الطلعات الجوية وخاصة الطلعات المراقبة، ليتسنى لهم أيضا استكمال هذا الحشد وهذه التعزيزات. والأمر الآخر موضوع الانتقال، بحث الانتقال السياسي، وهم بذلك يذهبون إلى مشاورات الكويت بهذين الأمرين، وهم يدركون أنهم لا يمكن أن يحصلوا على هذا الأمر ولا يحصلوا على موضوع الشرعنة، شرعنة السلاح وشرعنة الأمر الواقع، وبالتالي هم ذهبوا. فإذا حدث أي يعني تحرك في هذا الإطراف فبها ونعمة، وإلا فإنهم مستفيدون من قضية الهدنة واستطالة أمد الهدنة واستطالة أمد التوقف، توقف القتال على الأرض، هم مستفيدون من ذلك جدا. وبالتالي هذا يفسر بكل وضوح ما ذكره الدكتور، أنه كلما تحركنا في اتجاه ما يصلون إلى نقطة ثم يعودون للحديث عن الانتقال السياسي، عن قضايا السلاح وعدم رغبتهم في أو يعني رفضهم التام الحديث عن هذا الموضوع. وبالتالي القضية أصبحت واضحة، يجب أن يكون هنالك تحرك ما. الحكومة يجب أن هي يعني يجب أن نفهم أنها أمام ضغطين، أو في يعني يمكن نقول ضغطين، ضغط المجتمع الدولي والمجتمع أيضا الخليجي الراغب في أن يكون إعطاء لهذه المشاورات فرصة لأن تحدث خرقا في الاتجاه السياسي، وأيضا الحكومة عليها ضغط آخر من المجتمع المحلي، من اليمنيين الذين يقولون إذا كان الاستمرار في هذه المشاورات عبثيا ولن يؤدي إلى نتيجة فيجب أن يتم التوقف. طيب، وهذا أمر هذا مهم. سنعود له بعد قليل، هذا سنعود له بعد قليل، لكن فيما يخص حديث الدكتور معين عبد الملك، يعني بناء عليه أريد أن أفهم منك ما هي مواطن القوة والضعف في هذا الموقف الذي قامت به الحكومة من تعليق للمشاورات؟ أعد لي السؤال لو سمحت، ما يعني هي مواطن القوة؟ ما هي مواطن القوة والضعف في هذا القرار؟ يعني كيف، هل سيكون هذا القرار أمام الجهات الدولية مبرراً؟
أم أن هناك بعض المنافذ التي يمكن أن تحمل عليها الحكومة بأنهم يتعنتون كما يتعنت وفد الانقلاب؟ أنا في تصوري أن أداء الوفد الحكومي منذ بداية المشاورات ووصوله إلى الكويت أولاً، ثم انتظاره للوفد الانقلابيين، ثم المرونة التي قدمها في موضوع التعامل مع ما طرحه المبعوث الأممي من موضوع تشكيل اللجان، والمرونة أيضاً في البحث في قضايا المختلفة بشكل متوازن إلى حد كبير ومتوازي، كل هذه الأمور أعتقد أنها أعطت للمجتمع الدولي وحتى الإقليم صورة واضحة على أن الحكومة اليمنية بالتأكيد لديها نية حقيقية للذهاب إلى السلام، لكنها ستقدم المرونة وتقدم التنازلات فيما يخص الإجراءات، لكنها لا تستطيع أن تقدم أي تنازلات في الاستحقاقات الكبرى. ليست هي فقط معنية بهذه الأمور، هناك شعب يريد أن تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الحرب، لا بد من إنهاء الانقلاب، لا بد من تسليم السلاح، لا بد من الانسحاب، لا بد من عودة الشرعية أو عودة الدولة. وبالتالي أعتقد أن الوفد الحكومي في هذه اللحظة عندما أعلن تعليقه لهذه المشاورات لم يكن كما كان في المرة الأولى، بالعكس كان هنالك تفاهم كبير من قبل حتى أمريكا وبريطانيا وحتى الدول الراعية. الدولة الراعية الأمير الكويت اليوم يؤكد على أنه يتفهم موقف الحكومة. هنالك إشكالية كبيرة، الحوثيون تتنازعهم مشكلة مهمة، وهو الرغبة في الاستمرار في القتال مع عدم قدرتهم على ذلك، لأنهم وصلوا إلى مرحلة يدركون أن استمرار في القتال يعني انهزام وانكسار، وبين أيضا رغبة أيضا إيرانية في عدم تقديم أي تنازلات من قبل وكيلها المحلي. وبالتالي أعتقد أنهم بالفعل محشورون في الزاوية، لكنهم بالتأكيد لابد أن نتذكر دائما أننا أمام عصابة وليست وميليشيا وليس دولة، لا يمكن أن لا نستطيع أن نفسر كل تصرفاتها أو نحلل كل تصرفاتها أو حتى نضغط باتجاه ما، حتى الضغط الدولي والمحلي لن يفيد في إطار يعني ميليشيا. طيب وعصابة. بناء على حديثك هذا أستاذ عبد الله، هناك كما تفضل الدكتور معين هناك طلب بالتزام خطي من الميليشيا بهذه المرجعيات وبما اتفق عليه، هل تتوقع حصول مثل ذلك؟ يعني أنا في تصوري وفي قراءاتي لأداء الحوثيين الذي هو أعتقد يعني مبني على نصائح إيرانية واضحة، الموضوع تطويل المفاوضات المشاورات، تقديم بعض الأفكار ثم التراجع عنها، محاولة الإطالة في الوقت، الدخول في التفاصيل لمعرقلة القضايا، كل هذه الأمور ربما يعني تغلب عندي اعتقاد أنه ربما يقدم مثل هذا الالتزام. لكن نحن ندرك أيضا أن الانقلابيين أو خاصة الحوثيين ليس لديهم أي التزام بما يقدمونه أو ما يوقعون عليه. أنا أتصور أن ربما تفلح الضغوط على عودة المشاورات مرة أخرى إلى جلسات ما، لكنها لن تحقق أي نتائج على الإطلاق. يعني القراءة المتأنية والحقيقية والواقعية تقول أننا أمام جماعة لا يهمها لا الدم اليمني ولا يهمها أن تذهب إلى السلام. القضية هنا هم أتوا لشرعنة انقلابهم، لشرعنة وجودهم، لشرعنة سلاحهم. هم لديهم أزمة في الشرعية، وهذه الأزمة في الشرعية استمرت لأكثر من سنة منذ إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتالي هم يبحثون عن أي شرعية. وأعتقد أن لا المجتمع الدولي عنده استعداد أن يعطيهم هذه الشرعية، ولا تستطيع أيضا الحكومة أن تعطيهم هذه الشرعية. هنالك استحقاقات يمنية خالصة يجب أن يكون واضحا أنها لا يمكن التنازل عنها. إذا أراد الحوثيون وصالح أن يذهبوا إلى حل حقيقي للأزمة، عليهم أن يتبعوا وأن يدخلوا من بوابة الاستحقاقات وبوابة المرجعيات. وأولى هذه المرجعيات القرار الأممي 2216 ومستلزماته واستحقاقاته. نعم. طيب دعنا نتحدث أكثر حول ردود الفعل الدولية حول هذه أو حول نقطة التعليق، لكن قبل ذلك نذهب والسادة المشاهدين وإياك أستاذ عبد الله إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نعود لاستكمال الحوار، فابقوا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ عبد الله، يعني طالما وأن القرار الذي يتم التفاوض حوله هو قرار أممي، وكذلك الرعاية لهذه المشاورات هي رعاية أممية، أين الضغط الأممي هنا على تحالف الانقلاب للانصياع للحلول بدلا من المراوغات التي نشهدها الآن؟ للأسف أخي لا أسمع السؤال. أتحدث أستاذ عبد الله أنه طالما أن القرار الذي يتم التفاوض عليه أممي والرعاية للمشاورات كذلك أممية، أين هو الضغط الأممي هنا على الميليشيا وعلى تحالف الانقلاب للانصياع لهذه القرارات بدلا من المراوغة؟ هل وصل السؤال أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله؟ الآن أسمعك أخي، ولا بمجرد أنت يعني أن تقول السؤال يتوقف الصوت. طيب سأحاول أن يعني أخفف لهجة الصوت، يعني طالما وأن القرار كان أمميا وكذلك الرعاية لهذه المشاورات أممية، أين الضغط الأممي على الحوثيين في هذه المشاورات؟ أستاذ عبد الله، إلى حين أن تنتهي هذه المشكلة، أستاذ عبد الله نستقبل أو يعني نرحب بالكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور والسرور. أهلا بكم أستاذ سليمان. يعني إذا ما تحدثنا أكثر حول قراءتك لموقف التحالف العربي إزاء مشاورات الكويت في ظل تعنت تحالف الانقلاب وكذلك ما يوصف أنه تدليل من المجتمع الدولي لهذا التحالف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من الواضح أنه الموقف الشرعية اليمنية موقف صلب وواضح وقوي ويتمتع بتغطية شعبية يمنية وبغطاء سياسي عربي، ولذلك فالموقف اتسم الحقيقة بالوضوح وبالصرامة وبالجدية اللازمة لمثل هذا التلاعب الذي أبداه الحوثيون تجاه العملية التسوية السياسية. وثانيا، بالنسبة للحوثيين فإن الحائك السجاد الفارسي الذي تعلم من السجاد لعبة الوقت والصبر المتين هو في الواقع يلهم وكيله المحلي في اليمن هذه اللعبة مثلما درسها لحزب الله وللميليشيات الطائفية الأخرى التي تمثل أدوات لف المجتمعات العربية. وأعتقد أن وفد الشرعية يعني اكتسب الخبرة اللازمة للتعامل مع لعبة الوقت الحوثية، وأنه يعاملها ويتعامل معها وفق المعطيات اللازمة، فأحيانا يعني يتحاور معها وأحيانا يلاعبها وأحيانا يناور عليها وأحيانا يعني يسجل نقطة أعلى وينسحب لكشف هذا التلاعب. طيب، بخصوص لقاء أمير الكويت بالوفد الحكومي بعد ما علق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات إلى حين الاستجابة لست نقاط أبداها، هل تأتي هذه العملية ضمن العمل السياسي أو الدور السياسي لإنجاح المشاورات؟ أنا أعتقد إنه الدور الكويتي لم يكن مريحا، وأنا في الواقع تمنيت على الأشقاء في الكويت عدم الانسياق والانخراط في التكتيكات الإيرانية، وأن يلتزموا على أقل تقدير الحياد إن لم يلتزموا الحفاظ على الأمن القومي العربي وأمن القومي للخليج والجزيرة العربية. ولعبة الضغط على الوفد الحكومي هي لعبة خاسرة، لأنه الوفد الحكومة معه قرارات دولية وله عدالة واضحة في قضيته ومسنود شعبيا، وهذه الفئة الباغية الانقلابية هي فئة صغيرة تمثل منطقة إقليم صغير ولا تمثل اليمن لا من قريب ولا من بعيد،
وأنا أتوقع وأتمنى من الأشقاء في الكويت الابتعاد وتحاشي أي ضغط على الوفد الحكومي لسببين. السبب الأول أنه الوفد الحكومي أبدأ تجاوب مع كل المبادرات وفق إطار المرجعيات الثلاث. وإذا نعم كان أستاذ سليمان يراد الضغط على الوفد الحكومي في تعديل المرجعيات فهذه مسألة صعبة جدا وغير مقبولة لا من اليمنيين ولا من العرب ولا من شعوب المنطقة. أما إذا كان الضغط أو يدخل في إطار التكتيك السياسي وفي إطار المناورة السياسية أو في إطار الوسائل التكتيكية والتنفيذية للمبادرات أو أفكار تجترح من رحم المرجعيات الثلاث فلا بأس في ذلك. وأنا أرجو أن الأشقاء في الكويت ابتعدوا عن اللعبة الإيرانية القاسرة. طيب إذا ما تحدثنا عن إذا استمر مثلا تحالف الانقلاب في تعطيل هذه المشاورات وتعذر الحل السياسي، خصوصا وأن يعني الكثيرين يتحدثون على أن خطوة تعليق الحكومة لهذه المشاركة في المشاورات هي نقطة حاسمة، إما يعني العمل السياسي بشكل واضح بدون مراوغة أو العودة وإعلان هذا يعني فشل هذه المشاورات. إذا ما تعذر الحل السياسي، هل نستطيع القول أن العودة إلى الحسم العسكري كما يعني يصرح بذلك كثيرون ومنهم المتحدث باسم التحالف العربي هو ما سيكون في المستقبل؟ أنا أعتقد أن حفلة التكاذب الموجودة في الكويت الآن ستنكشف ولن تستمر، وهي في الواقع تكتيك لتحييد الطيران التحالف العربي عن المعركة التي لم تتوقف حتى الآن. ولذلك فالمراد الآن هو تخفيف الضغط على الحوثي وتجريد الحكومة من سلاح الجو الذي يدعمها، ولذلك هم يمططون هذه المحادثات غير المثمرة وغير الناجحة والفاشلة في حقيقة الأمر وبكل ما تعني الكلمة من معنى. وأنا قلت سابقا وأكرر اليوم أنني مع جملة المحررين المحللين والسياسيين والخبراء الذين لا يرون فائدة من هذه المفاوضات وأن الأمور متجهة إلى الحسم العسكري على الأقل لتعديل موازين طيب. القوى بما يسمح الضغط على الحوثي للرضوخ للإرادة. طيب أستاذ سليمان، بحسب يعني اطلاعك داخليا أو على يعني بداخل القرار السعودي، أتحدث هل هناك يعني مؤشرات إلى حسم عسكري مرتقب أو تجهيزات لهذا الحسم بمجرد إعلان فشل هذه المشاورات؟ أنا أعتقد من الاستنتاجات والمؤشرات العامة أن المملكة العربية السعودية قد أوضحت لي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري موقفها تجاه الخيار فشل المفاوضات في الكويت، وأنها ستصبر الصبر اللائق لإعطاء هذه المفاوضات فرصتها. نعم. وأنا أعتقد أن ذلك لن يتعدى عيد الفطر المبارك، ومن ثم من الواضح أنه هناك عمل ينبغي القيام به على الأقل لدعم الشرعية بدعما عسكريا يؤهلها ويقويها ويجعلها قادرة على فرض سيادتها على الدولة على الأراضي اليمنية في إطار تصرفات وسلوكيات وحقوق الدولة اليمنية وقيادتها. إذن الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيلي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي المحلل السياسي الأستاذ عبد الله. إذا أستاذ عبد الله، يعني إذا ما تحدثنا على أن هل هناك نستطيع القول أن هناك تدليلا أكثر من اللازم من قبل المجتمع الدولي لتحالف الانقلاب؟ يعني نحن يعني بالتأكيد هنالك توازنات دولية، هنالك رغبات إقليمية، لكن
لا يمكن أن نتحدث عن تدليل، لأنه في كل الأحوال هنالك قرار أممي، هذا القرار الأممي صدر وبوضوح من يعني موافقة 14 دولة، حتى الدولة روسيا التي لم تعترض على القرار ولكنها يعني أحجمت عن الموافقة عليه، بعد ذلك أعلنت بوضوح أنها تدعم القرار الأممي 22/16، هي تعترف بالشرعية اليمنية. اليوم هنالك لقاء السفير الروسي مع فخامة الرئيس، وبالتالي أعتقد أن موضوع التدليل هو غير واقعي، لكن موضوع التعامل مع ميليشيا دائما تتداخل فيها رغبات، تتداخل فيها توازنات إقليمية، بالتأكيد لوضع إيران وعلاقتها بالحوثيين دور في هذا الأمر، لكن لا أستطيع أن أقول أنها تدليل، يعني باعتبار أننا نحن نتحدث حتى الآن ما زال المجتمع الدولي ملتف حول القرار الأممي 22/16 الذي يصف ما حدث في اليمن هو أنه انقلاب على الشرعية، ويصف الحوثيين وصالح أنهم متمردون أسقطوا الدولة اليمنية، ويطالبهم بتنفيذ القرار الأممي 22/16. وأعتقد أن هذا الأمر بدأ واضحا من أول يوم عندما بدأت جلسات المشاورات، وصدر بيان رئاسي من مجلس الأمن يدعو فيه إلى تنفيذ القرار الأممي 22/16. هنالك أيضا تغير في المزاج العام، أعتقد تحدث عنه يعني ضيفك الكريم قبلي، هنالك تغير إلى حد ما في المزاج العام في إدراك أن الحوثيين ليسوا راغبين في السلام، وأنهم ما زالوا تلك العصابة التي تفكر بمنطقة والميليشيا. تغير أمريكا، تغير في الأداء البريطاني، هنالك حتى تغير في أداء بعض المجتمع الدولي. لا أعتقد أن هنالك تدليل، ولكن أي هنالك رغبة من الإقليم أن هناك توقف لسيلان نهر الدماء، وأن يكون هنالك توقف للحرب بالطرق السلمية، وهذا أمر هو طيب، ليس يعني خطأ، ولكن يجب أن ندرك أيضا أن هذه الاستحقاقات إذا لم تتم بالسلم لابد أن تتم باعتبار الآن خطوة تعليق المشاورات هي نقطة ستتغير بعدها مشاورات الكويت، برأيك ما الذي يحمله لنا المستقبل؟ تغير نحو حل سياسي سلمي في هذه المشاورات، في ظل هذه المشاورات، أم إعلان الفشل والذهاب إلى حلول أخرى؟ يقال أن الكتاب يعني يظهر من عنوانه، وأن يعني كما يقال البعرة تدل على البعير، يعني المؤشرات أداء على الأقل الحوثيين أداء واضح أنه لا يتجه إلى تحقيق أي اختراق حقيقي في هذه المشاورات. أنا منذ البداية قلت أن كل الضغوط المحلية والإقليمية، كل المرونة اليمنية للوفد الحكومي يعني تقدم نجاحا بسيطا، وهو أن هذه المشاورات تستمر، وأن إعلان الفشل يتأجل من يوم إلى آخر، كل ما يحدث هو تأجيل لإعلان الفشل. وأعتقد أن التعنت الحوثيين والعراقيل التي يضعونها يعني تبين للعالم أنهم ليسوا حتى الآن جاهزين لموضوع السلام. السلام يتم عبر عودة الدولة، لأن عودة الدولة يعني الأمان والسلام وكل هذه الأمور. هم لا يؤمنون بعودة الدولة، هم يريدون أن يخلقوا دولة ملشوية يكون فيها الباع الأكبر في الحكم، ولهم الباع الأكبر في السلاح، وأن يشرع عن سلاحهم. هم يعني أعتقد أنهم محتاجين إلى فترة من الضغط العسكري حتى يصلوا إلى نقطة الالتزام والاعتراف بأن المشروع انتهى، ويجب عليهم ألا يستمروا في هذا المشروع، وأن يقتنعوا بأن يتحولوا إلى المربع السياسي. أنا أجد أن هنالك صعوبة حقيقية في قبول الحوثيين بالتحول إلى المربع السياسي. هم نشأوا من القوة، جماعة نشأت من القوة وصنعتها القوة، واستخدموا القوة لإسقاط اليمنيين، وهم يؤمنون أن هذه القوة هي التي ستبقيهم، وهم يدركون أنهم لا أثر لهم أصلا على الأرض. نعم، وبالتالي القضية تحتاج إلى وقت حتى يعني يقتنعوا بفرص السلام. إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم جميعا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن في التقديم، وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم، والوطن بألف خير.